زد رصيدك 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 زد رصيدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في فقرتنا وفقرتكم بنك القرية. معكم مدير بنك القرية راكان بن ملهي، يحييكم تحية الإسلام ويا مرحبا بكم ومسهلا. طبعا بدينا اليوم من مكتبنا بحيث أن إن شاء الله بحول الله وقوته بنفتح باب الإيداع، لأن المتسابقين لا يستحقون أن يملكون هذه المبالغ الطائلة اللي يشوفون أنهم ممكن أنها أنهم يضيعونها. فلذلك فتحنا اليوم لهم البنك والله يحييهم للإيداع. لذلك لكل شخص يسمعني في القرية هنا من المتسابقين، يليت أنه يأخذ فلوسه ويحضرها للبنك ليتم الإيداع، وما هو بشرط كل الفلوس. إذا ما تبي تودع فلوسك هذا شيء راجع لك، إذا تبي تودع حياك الله وتعال، تبي تودع مبلغ معين، تبي تودع فلوسك كلها هذا شأنك وعلى راحتك. الأمر الثاني والمهم، سيتم عرض أرقام الاتصال أو التواصل المباشر معي أنا في الفقرة هنا باتصالاتكم لتحديد موقف أصحاب الكروت أو عملاء التميز اللي هم أصحاب الكروت الذهبية وصاحب الكرت الذهبي وصاحب الكرت الفضي وكذلك صاحب الكرت البرونزي. أما أن الكرت الذهبي أو الفضي والبرونزي يتم إبقائه مع المتسابق نفسه أو سحب المميزات وإعطائها لشخص آخر، عاد أنت وضميرك يا متصل. ليش خليناها كذا؟ لأنكم أنتم شركاء معنا في هذه في هذه في هذا البرنامج. الأمر الآخر، لكل شيء ضريبة، لكل شيء في هذه الحياة ضريبة، وضريبة محبتنا لكم ومحبتكم لنا أن نعطيكم الصلاحية أو نعطيكم القدرة في أنكم تشاركونا خصوصا في هذه الفقرة. إضافة على ذلك بيكون في اتصال واحد فقط إهداء 500 ريال رصيدي، هذا يعتبر يعني كرت برونزي، لأن صاحب البطاقة البرونزية يحصل على 300 ريال والإهداء سيكون 500 ريال رصيدي. كذلك في تويتر مشاركاتكم على تاك زد رصيدك 51 في التغريدة اللي غردت فيها بتويتر لمن تهدي 200 ريال رصيدي لأي متسابق. معكم حنا في تويتر، معكم في الاتصالات، ومعكم إن شاء الله في حلكم وترحالكم. يا متسابقين يا شباب، ما أدري الشباب يسمعوني أو لا. طبعا الأرقام طلعت لكم في الشاشة أو بتطلع لكم في خلال ثواني بسيطة، بإمكانكم مشاركتنا في هذه الفقرة. حياك الله يا إبراهيم أبو فمين، أقلط وافتح الباب معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تبي تودع؟ أي شخص يبي يودع تفضل عندي هنا. الله أبغى الدراهم أبو ملاهي. لا تبي تودع نفسك ولا الفلوسك؟ سؤال بس. الله حلو. أرحب يا مرحبا. اليوم مدير البنك اليوم ترى ما يبي كثرة كلام، لأني أنا زعلان الأمانة اليوم زعلان. لا والله. أيوة. زعلان. فلذلك جيبوا فلوسكم اللي بيودع يتفضل. والله أنا الفلوس. الآن يداع بس. اللي كيف؟ برهن كلية شيء. تبي ترهن كلية؟ في ناس ما في فلوس. ما حد. مطفرين. نبي نرهن لك. طيب أنت مطفرين تقولها عنك وعن أخوياك؟ لا 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 لا. لا. دقيقة، اللي بتقولها عنك وعن أخوياك؟ لا لا عن عن عن, عن ماجد. خلاص الشيخ شخصياً مطفر. الشيخ مطفر. مطفر يا أخوي من هالفلوس. لنا 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 الرجال أمس مدخل لنا باص هالطول. لنا يدين تندى بالكرم والفعولة إثبات. كفو. لو أن الفقر وش يقول، حتى لو الفقر مسوين في جيوبنا حفلة. صفق. طيب لا لا أحد صفق. طيب جعل عمرك طويل، الله يرحم والديك يطول عمرك. فاللي بيودع يتفضل عندنا هنا، وكل واحد يعرف هو كم أودع.
وعمل التميز بس قبل النداء قبل النداء انت تميز يجلسون هنا ولا عمل تفضل عمل تميز تفضل الله يحييك ويطول عمرك ابو الله ابو الله قبل نودع قبل نودع احنا ما راح نودع لك ريال لين نتعلم وش بخاطرك من مزعلك انا من هنا هنا انا اودع عمل التميز حياك السلام عليكم معك الشيخ شخصيا حياك الله يا ابو حياك هذا شيخ شيخ تفضل شيخ لو انك كنت ماجد كان قلتها بس ما قلت عمرك يا مرحبا طيب يا شباب يا شباب نبي بس نستعجل اخوياكم علموهم واحد منهم يبلغ الشيخ بما انك المسؤول عن القريه يا ليت تبلغ زملائك لان الايداع فقط الحين الساعه 9 و5 دقائق يلا يلا الشيخ 9 و10 دقائق ترى بوقف الايداع طيب حياك الله يا مرحبا عزام قال سلامتك وشيك اكيد اي والله جرح اي والله جرح لا والله جرح طيب زعلان استريح العميل عيل عمري اكثر واحد طالبك استاذ ركان انك تفتح الايداع طيب علي العمري كم بتودع والله كل واحد يحسب ايداعه يا شباب ولا عليكم امر كل اللي هنا بيودعون الان طيب اللي ما هو مودع يروح الهاوس وبجيكم طيب كروت الحظ ولا الامور تجيكم تجيكم كل شيء ده انت الان ما شاء الله يا للدرا عميل التميز لا يسوي اللي يبيه طال عمرك تسلم طب بقي لي مصروف صح كيفك بكيفك بكيفك طبعا من هذا المنبر بما ان حتى لو اني زعلان من هذا المنبر انا احب احيي شخص هنا موجود معنا في القريه اللي هو الجميل جدا احمد الحاصل بس لا استاهل استاهل اللي يصور اللحظة أجمل شخص في هذه الحياة اللي يلتقط اللحظة الجميلة لأنها يخلدها لك للتاريخ ترى وتكون صورة أشياء واجد شوف هي أشياء واجد من شخص واحد شفت كيف إيه ها فهد من فهد معي يا ولد من فهد يا الله يبقيك انت الفارق عن 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 انت اللي فارق مو انا اللي فارق لا يعني انك فارق عنهم يا فارق يا رجع احسبك تقول لي فارق حياك الله يا مرحبا الله يعطيك طول عمرك طيب فيصل 1116 فيصل انا بدي اوصل كثير كم تودع 1116 طيب والله نبلسوا هذا حتى انا والله بقيت لا السلام حياك الله يا عايض عايض معك إيداع من نور السرور معك إيداع حياك الله تفضل كيف الحظ ها بالارقام الكاونتر سحبته من الكاونتر حياك الله سلطان إيداع معك فلوس احسبوا فلوسكم عليك امر عمر يا شباب كل واحد يحسب فلوس علي كم فلوسك والله 2000 وشيء بس اصبر لا ابيك خلاص تفضل استريح فيصل خلاص الهاوس وبنجي عايض كل واحد يحسب فلوسه حسبت فلوسك حسن تفضل 500 600 700 كم 1064 1064 ها طيب مو ب 46 64 64 اخذ شيء منها صح يا حبيبي شيء هاي تجي اخذ شيء منها كيفك تبي تاخذ انا بسال كم تبي تودع طيب باخذ منها 200 200 طيب خلاص قروشناك نطني يعني يصير هنا 864 ها ايه 1000 طيب بالله بشكل سريع يا شباب 1094 1094 ريال اسم العميل اسم العميل مساعد عبد العزيز الزا ما عليك زوج يعني انت خشم كم 2310 رقم الهويه ايش كم رقم كم فلوسك فلوسي 1000 شباب يا ليت الصوت يا شباب لو تكرمتوا صوت كلام لو سمحتوا تداخل اصوات استاذ الله يحفظك حياك الله اول بنك نشوف العملاء السياحيين يجلسون مع عميل التميز هذا من تواضعك طال عمرك انت اللي جالس معهم الله يرحمه الله يطول كم 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 انا باخذ 200 معي يعني 1000 يا شباب دقيقه لا حد يجيني هنا يقول باخذ 894 لا حد يجيني يقول لي باخذ 894 احسبوا دراهمكم اللي بتدفعون 894 200 خذيتها توكل على الله الى الهاوس لا انت حد ابغى له فلوس ناقصه شيء تفضل تفضل
لا حد يجيني الا حاسب فلوسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله. الله يمشيك بالخير. نعم. 400 يا طويل العمر و15 ريال. كم؟ 415 ريال. تاخذ منها شيء عادي. اعطني اياها. سم يا ابو ملهج. سلامات فيك شيء؟ والله الركب عندي. قالك ما ترى باص. الله يرفع قدرك. اي خدمه يا ابو ملهج. الله يرحم والديك. جينا هاوس هناك. الله الله الله. ودنا نحب على خشمك. جعل عمرك طويل. ما ابغى نشغل كلام. جعل عمرك طويل الله يرحم والديك. خابر اللي في خاطرك. طول عمرك. سم طلبك. 2495 كم يا حاتم؟ اسم العميل؟ حاتم فريدي. طبعا انا ماني بجهل اساميكم لكن بالبروتوكول ها؟ نعم نعم. كم؟ 2350. ايه؟ تمام. بالنور. بصرك بصرك اللي تبي تودعها. ايه ايه عادي. خلاص كل واحد يحسب فلوسه ويجيبها. ترى الساعة التسع ترى فيها معي تقريبا 300. بعطيكم خمس دقائق ولا اقطع واردك، بعطيكم خمس دقائق زيادة للي برا واللي بيبلغهم يبلغهم اللي ما بيبلغهم كيفه. 9:15 دقيقة بكفي الايداع. اقول لك طيب من 2350 كم 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 الان؟ هذا من اللي اعطاني اخر واحد؟ انا 2000. انت كم؟ هذه انت فلوسك؟ اي كم انت؟ 2000. 350. 350 وفيها 200 صدقت فيها ترى الشباب اللي هنا. تمام. حياك الله. يا مرحبا يا رب ملهج. يا مرحبا. انا اللي معي كله 220 وانا اعطيكم اياها والله انت ليش مقفل مايكك؟ طيب كم تبي تودع انت؟ انا ما معي الا 220. الا هو انا انت كم تبي تودع؟ اودع على كلها. انت كم تبي تودع؟ اودع على كلها عندكم وخصموا من عندكم انا هناك. شلون عشان ما تضيع اللي معي كله 220 ريال. طيب على هواك انت بتودعها تبي تخليها معك؟ بعطيكم اياها واذا بغيت شيء بيخصمونها من عندكم. لا لا ما في اذا بغيت شيء. كيف السوا؟ السوا خليها معك. طيب مو بلازم تودع. او تودعها انت قطعتها علي انا. سلطان بتودع؟ اسم العميل؟ سلطان الصباح. كم؟ ريالين. كم؟ ريالين. توكل على الله يا سلطان. والله ريالين بودح ما ماني مستفيد منها، معي فلوس بس ما استفيد منها. البنك ما يقبل الا من 50 وفوق. ريالين. الله يرضى لي عليك يا سلطان. اجيب 50 ازود عليه. الله يرضى لي عليك. ريالين ما يقبل هالبنك. معلش توكلت على الله. طب ملهي معي حول 4000 وشوي، ما ادري وين اختفت. وشو 4000 وشوي؟ ما ادري وين اختفت. 4000 وشوي اختفت. ما ادري وين اختفت. جيب لي اسم و وش اسم شخص انت. لا اختفت هي، ما ادري وينها. اختفت هي طارت. والله ما ادري طارت او شخص ما اخذها. لا ما ادري. سؤال، طارت يمكن ضيعت انا. انا ضيعتها؟ ايه؟ خلاص انت المسؤول. انا مسؤول. اي شكرا الله. يا مرحبا بك سلطان. طيب حسن اودعت حسن صح؟ خلاص الهاوس. حاتم اودعت صح؟ الهاوس ولا كمر. حسين بتودع؟ تفضل. طال عمرك بتودع؟ يحق لك. حسين كم تودع؟ اودع 2800. طيب كنترول معي ولا عليكم امر. البنك سجلوا عندكم، سيتم اضافه 300 ريال رصيدي للعميل حسين لعبان. يستاهل حسين. طيب الله يطول عمرك. تم اعطني ظرفك هذا لانك جيتني بظرف ترى. الله يطول عمرك. كم تبي تودع؟ ظرفك اللي اعطتني اياه وردت لك يا ابو. كم الظرف؟ فيها 2800. حسين 2600 وليس 300. نضفنا لك 2800. 800؟ ايه 3100. تفضل يا حسين. خلاص سجلنا لك 3800. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يهينك ابو مرافقك الشخصي يحق لك. البطاقه وش رايك فيها يا ابو منى؟ معليش اسم العميل بروتوكول البنك بس. حسين ايش؟ لعبان. حسين انت قله. حسين لعبان. ايه. كم رقم الهويه؟ 11. حياك الله. يا مرحبا طيب. 105 خذاها سوى سقاطه شيمون، اعطيته اياها وخذها رد رجعها. من هو؟ شيمون. 105 وداها داخل اداد. لا اداد بعد السعوديه. لا اذا ما بيسبق. طيب يا ليت تجيبوا لي شيمون نشوف انت.
موضوع هذا. كم معك انت دع؟ خليت معي فلوس وهذه 300. الحين كاميرتنا هذه ولا هذه يا كنترول؟ الكاميرا هذه ولا هذه؟ تمام. طيب كم تودع؟ 300. 300. اسم العميل؟ تركي مشب. ونعم يا تركي. معك زود. كم؟ 300. طيب. عطني اياها. واستريح هنا يا تركي. ترى ما راح استقبل عملاء خلاص. لا انتم اوكي بس اللي برا خلاص. يقولون الشباب ان المطعم صار يخصمون بالارصده بدون ما ياخذون كاش من عندنا. ليه؟ ما ادري يقولون عشان ما عاد لان بعض الريال ما يسددون زي كيف قالوا خلاص يسجلون حقين المطعم يسجلون في ورقه. انا مالي شغل في الشيء هذا. من اللي مسؤول عن المطعم؟ اي بس انا اقصد دامهم بيخصمون منك انا ما عاد بمسك فلوس بعطي اسلمك فلوسي كامل وخلاص. يخصمون يعني حاسبه كاش؟ اي تحاسبه كاش. طيب خلاص حياك الله يا مرحبا السلام عليكم اخبارك مساك طيب خير باي 35 ها 35 كم 35 اي لا ظرف ولا فلوس لقيتها في محلها. هذه فلوسك انت ولا ماخوذ عندك؟ لا لي انا فلوسي انا ما هي فيه. ها فلوسي انا ما هي فيه. شلون ما هي فيه؟ من اللي ماخذها؟ ما ادري والله. لا ظرف انت ضيعتها ولا شاك في شخص؟ لا ماني بشاك في احد. مضيعها انت يعني في الدرجيم ولا لقيتها في الدرجيم؟ طب سو ها انضيتها ولا شخص ما اخذها؟ انا حاطها في درجي. طب سؤالي واضح وجوابي اوضح. شيمون تفضل. عليكم السلام سيمون. حياك الله مدير. دقيقه اقعد استريح هناك بس. حسين تعال. هو حسين اللي ماخذها منك ولا تركي مشبب؟ اي خلاص استري معليش تركي تعال معليش يا شباب. الحين انت ماخذ من انت شيل من حق حطه باول سقاطه انت شيل حطه 105. لا ما في 105 موجود. 105 105 ما في 150. انت شيل فلوس منه 105 حق حطب. حطب اول ايه مين شيل هذا؟ انا فرط 150. هذا ماجد. ماجد ماجد ايوه ماجد الفلوس اللي اعطيته ماجد انت ماخذ معطيك شيمون 150 وينها؟ ما انا ما اعطيت ما اعطاني حطب اول. انا معطيه حطب اعطيت الرجال 105. الحين من الحين من يعطي؟ هو يعطي ولا انت يعطي؟ انا يعطي. فلوس من شباب؟ انا هنا ما جيت احل مشاكلكم. سؤال من اللي معطي الثاني؟ انا معطيه 150 ماجد. انت معطيت 105 اي بس انا وانت معطي مين؟ لا ما في تركي. الرجال اعطاني دراهم. ماجد اسمعني بقول له تركي. لا ها لا ما في فلوسي. فلوسي يقول ما اخذ منك شيء. بس هي فلوسي. يقول ما اخذ منك شيء. هلا انت اليوم اسقاطه انا وماجد مسوينها. كيف تقول 150؟ 105 لي. لا ما في تركي هذا ماجد يا ابن الحلال. الرجال اعطاني دراهم. انت شيل من هذا ولا شيل من هذا؟ لا هذا ما جيت. انت اعطيتها من؟ طيب اعطيتها من؟ افهمك موضوع كامل. اعطاني هذا خليني افكر عقده. الرجال تعطي نعم كانوا خاطه ايه يا ابو ملحي. يعني المهم المسؤول مو بشيمون المسؤول ماجد. اسحب من حسابي 1000 واعطيتها لا 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 ماجد 105 ريال. ايه اعطي فلوس انا بعدين نجيب. وانت ليش تشيل فلوس من انا ملحي؟ انا اخذ من عندي 210 ريال. لا او قال عندك 210 ريال ولا بعت الحطب ولا سويت فيه شيء؟ شو 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 انا ما في ولا انت. انا فلوس حصل. انا فلوس حصل انا ماجد صح حلو. ما في انت كلام. انا فلوس موجود ذاك اليوم. بس ما انت شربكتهم الدرهم. الدرهم الدرهم حقتي صح. انا ما في ولا هذا ما بيدخل. خلاص خلاص جمال. انت ما في مشكله. خلاص هذا ما في مشكله. خلاص تركي ها بضبطك فيها. خلاص لا انت طيب. عندي شكوى مدير الشيخ. عندي شكوى. وش الشكوى؟ اجلس اقعد. الله يعني اسم العميل 35 ريال. اي محمد اعطني 500 انا الشكه. دقيقه انا الدرهم ما ادري وينها. انت كان معك اكثر من هذا؟ ايه فوق. عندي سؤال وجيه. دراهمك مسروقه ولا ضيعتها؟ جوابي واضح. هي حدث ثنتين. يا سلام. لا تشرح لي هي وين كانت. فيه تحت مخدتك تحت هذا؟ لا في الدرج. انا عشان اعرف ارد حقك في الدرج. لا تشرح لي. انا اقول احد اخذها. انت لا تشرح لي. هي اخذها. هي ما هي بتساؤلات. انا ماني بفقره نقد ولا هذا. هنا انت في البنك الحين. احنا وين فيه؟ في البنك. دراهمك مسروقه استردها لك. ما هي مسروقه ضيعتها هذا بصرك في عمرك. طيب فلوس في الدرج يا ابو ملهي. نعم. طيب هي اوكي. لا اله الا الله. اوكي لا اله الا الله. انا اسالك سؤال عشان الوقت بس. سؤالي بس واضح. هي مسروقه. مسروقه سارقها شخص من عندكم؟ ما ادري بس خلاص. ما ادري من اللي سارقها. خلاص من عندنا من برا. خلاص سلطان قل لا اله الله. دقيقه سلطان. سلطان من محمد اليابسي والشيخ ماجد هذا مسروق كذلك. دقيقه
احنا دروجنا تنثر دائما من واحد الله يسامحه. طيب محمد خلص. طيب هذه هذه من مو دحرك ليه ما حل. طيب انا ابو ملحي مسروق بعد ما تعطني اسم شخص والله ما ادري من هو. عطني اسم شخص والله العظيم لاجيب فلوس والله اني ما ادري من هو. لو اعرف اذا اخذها منه يعني بينكم ما واحد يسرق بس من هو ما ندري. ما ادري احنا تنثر دروجنا يا ابو ملاهي كل يوم. ليه ما تقفلون دروجكم؟ اي ما هي من نقفلها من لا. خلاص طيب خلاص الشباب الباقيين اللي مودع من لا نروح احنا. اي خلاص معك الشيخ شاء الله يطول. حياك الله يا الشيخ ماجد تفضل. الشيخ خلاص يا شباب ابو ملاهي ايه معك. حاتم معك شيء؟ مرافق مع الشخص. تفضل. انا مسروق بعد. ما اللي سارقك؟ انا عندي زرفين اخذت الاول واخذت الثاني. طيب سؤال. الاول ما فكيته. طيب سؤال. انت مسروق ولا ضاعت؟ لا مسروق لان لقيت الظرف موجود. مسروق. ايه. طيب. هل لو فتحت انا الايداع بقيت عندك دراهم بتنسرق ولا لا؟ لانها شوي من سرقه. بتنسرق برضو صح؟ طيب انتم المسؤولين عن الشيء هذا. إذا بينكم واحد يده خفيفة هذا مو بذنبي أنا صح ولا لا؟ إيه بس ودنا نحط تحطون كاميرات ولا أجيب أجيب لكم تجوري ما في مشكلة والله يبنحل أنا والله إني يمكن فلوسي واجد اللي راحت والله شوف حد هذا في واحد يده خفيفة حاول إنك ترصد له عطني اسم عطني اسم والله العظيم لا أجيب لك حقك والله اللي أنا أشك فيه إيه عطني اسم والله العظيم لا أخذ لك حقك والله وبدون استهبال ترى اتكلم انا ما استهبل انا ما استهبل انا بشك بعد بس والله اني صادق انا ما طلبت الاسم العميل متعب ثايب عطني فلوسك كم اللي بتدحها 960 960 انا قلت 960 وظني 900 والله ما ادري كم لا لا تقول لي ما ادري كم 950 عطني اياها شلون 950 فيها ريال اي ما تدري صح 3 ريال فيها 953 يمكن تسعمية وثلاثة وعشرين. ثلاثة وعشرين. إيه. تفضل. يعني إن شاء الله اللي راح ذي معاد فيها عمل ترجع. أنت مسؤول الأول والأخير عن فلوسك. تفضل يا سيدي. لا أنت بملح. كم فلوسك؟ 2160. حركات عليك حركات. والله أبو ملح بعلمك بحاجة. أنت كانت بتود ريالين صح؟ أبعلمك بحاجة. صح؟ أبعلمك بحاجة. صح؟ صدق إيه. كانت بتود ريالين. أبعلمك. عقب جبتي 2690 صح؟ أيوة. صح؟ طيب. سلطان. وين سلطان؟ سلطان مالك يدع كيف مالي يدع؟ مالك يدع أم عا أيوه أبو ملهي مالك يدع والله صح. والله أني بلش به أنت قبل شوي جيتني صح؟ بريلين سؤال أنت جيتني كم تبي تودع قبل شوي؟ بريلين بريلين صح؟ ريالين تدري وين حصلتها؟ سؤال من ظرفين أي أنت أعطتني ظرف قبل يعني ما تدري إن عندك 2000 كنت ناسيها هذه كنت ناسيها لأنك كنت ناسيها مالك يدع بعد كله مالك يدع نهائي أنا سلطان والله العظيم مالك يدع شباب باقي أحد بيودع؟ أعطني كم يداك يا علي؟ كان عندك 2400 هذه كم هذه؟ 2465 هذه 450 يعني كل التوتال خلاص 2965 تفضل الهنجر وبجايكم الهنجر كل الشباب ها؟ سلطان الهنجر سلطان الهنجر تفضلوا العميل التميز حياك الله يا مرحبا الله يعافيك طول يا مرحبا معك طول عمرك عميل التميز البطاقة الذهبية شوي الله يا طويل العمر البطاقة هذه طال عمرك متاح لي أني استخدمها لمدة 24 ساعة ممتاز عرفت ممتاز يعني مثلا طال عمرك إذا كنت أبي أستخدم البطاقة هذه سواء بألف ألفين ثلاثة متاحة لي لمدة 24 ساعة نعم. فلذلك بما أن السياسة مهي بواضحة لنا عرفت و... دقيقة السياسة شو مهي بواضحة حاتم لو سمحت اجلس اجلس حسين انا ما مرافق طيب مرافق الشخصي خلاص هو موجود صح طيب اجلس حسين كم كم هي حاتم 7000 ولا كم لا 7000 وزعتها على الشباب اي 7000 كم على البطاقه 220 طيب على العموم يا طول العمر انا ابيك تسحب لي من البطاقه هذه 100000 وتودعها لي في رصيدي الله يطول عمرك ما ودك تقوم تتوكل على الله ليه ما ودك تقوم تتوكل على الله صل على النبي الحين البطاقه هذه متاح لي اني استعملها لمده 24 ساعه طيب اسحب لي منها 100000 وودعها في رصيدي وبعد 24 ساعه اسحب ال 100000 من رصيدي وخذوها
انا كلامي منطقي. كلامك منطقي جدا. عطني اياها. هذه دراهم من حسين. طيب 220 دراهم صقر. 220 اي هذه دراهم صقر. عطني خلاص كم تبي اسحب لك؟ اسحب لي منها 100,000 وحطها في رصيدي علشان اخذ البطاقه الذهبيه الليله بعد برا ثاني. تمام ابشر. عطني البطاقه. خاف ما تردها لي؟ لا لا يلا. انت وبنك يلا قم توكل على الله. طيب عميل قم قم انت التميز قم 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 ليش قال عميل انت التميز خلاص البطاقه معي صح؟ توكل الله. طيب ابغى لي سرير. توكل. عطني العصا ولا بعد. عطني العصا ولا كمر. عطني الشال. عطني المايك. لا والله بنكلفك. عطني المايك. امسي امشي يا شباب. البطاقه البرونزيه. البطاقه البرونزيه وينها يا شباب؟ طيب بالله يا كنترول يا شباب كنترول يا ليت ترسلوا لي احد يجي ياخذ فلوس. ارسلوا لي موظف البنك. ترى الدم موسيعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابقى السلام عليكم. الله يبقيكم طول عمرك. كلكم موجودين يا شباب؟ منهم اليوم؟ الله يبقيكم طول عمركم. ها يلا يا شباب اللي في الداخل ابيكم. عليكم السلام. دقيقه دقيقه ماجد ماجد. اليوم ابيكم كلكم في مكان واحد لو سمحتوا. اي كلكم هنا. من اللي باقي من الشباب؟ من اللي باقي؟ جعلكم في زود ان شاء الله. امين امين. طيب الشباب الباقيين تفضلوا يا شباب. تفضلوا يا شباب. تفضل محمد. محمد اي كله. طيب ارسلوا لي احد والله عليكم امر يجي ياخذ. يلا ها الشيخ طال عمره. ايه الشيخ انا خابر انه ما يسرق معاونينه يمكن. ها يا خلاص كلكم موجودين. نبدا بسم الله وعلى بركه الله. شفتوا ان الايداع غثه يا شباب يغث. شفتوا كيف حسيت بي. تبون لي تدعون الاسبوع الجاي ولا ما تبون؟ تبون فلوس الاسبوع الجاي اعطيكم؟ ها او كان الحين نبا ولا هي. طيب حطيتوا ارقام الاتصال على الشاشه؟ ما حطيتوها من قبل؟ طيب نرجع مره ثانيه ونحط كاميرتي وينها؟ هذه يا ريت تقرب لي شوي. طبعا الاتصالات راح تكون 4 اتصالات اتصال اهداء 500 ريال رصيدي لاحد المتسابقين. و500 ريال رصيدي هذه اعلى شيء موجود هنا عندنا بامكان انه يسوي فيها اشياء كثيره لمده اسبوع. 500 ريال رصيدي بس. تفضل يا شيمون تعال يا حبيبي. كيف الحال؟ قبل شوي انا هناك بشخصيه وهنا بشخصيه ثانيه. انت كويس؟ انا كويس. طيب شوف انت مين كلام واحد شباب هذا ياخذ فلوس يسرق فلوس؟ مين؟ ماجد. ماجد هو يسرق فلوس ها؟ عشان كنت يا نفس المستوى وتمون عليه ها؟ على زطوتهم ولا. طيب شيمون شيل هذا. معلوم بنك حق انا ها؟ ايوه معلوم بنك انا. احنا بنك انا ثاني. أيوة. غرفه. ايوه حطي هذا في غرفه تجور يقفل. وارسل لي رقم حسابات كله ها؟ وارسل لي انا واتساب كل تفاصيل وكل هذا سوي الجر. السؤال اه ما عليه عاد. طيب الله يمسيكم بالخير يا شباب مره ثانيه. شلونكم؟ ان شاء الله طيبين. طيب الان بيكون عندنا 3 مسارات في الفقره. وش المسارات؟ المسارات راح تكون اول شيء اعلان ال3 عملاء التميز، صاحب البطاقه البرونزيه وصاحب البطاقه الفضيه وصاحب البطاقه الذهبيه. البطاقه الذهبيه اللي حاصل عليها راح يكسب معنا مميزات. المميزات اللي هي كالاتي: 24 ساعة يسوي الشيء اللي هو يبيه في القرية، وإضافة عليها 24 أخرى صارت كم؟ 48 ساعة يعني لمدة يومين. البطاقة الفضية 5 ساعات يسوي فيها اللي بيه في القرية. البطاقة البرونزية 300 ريال رصيدي. راح يكون معنا 4 اتصالات. الاتصال الأول عن البطاقة البرونزية وصاحبها، هل هو يستحقها أو
انها تسحب منه مزاياها وتعطى لشخص اخر. لكل شيء ضريبه يا شباب. طلع واحد مع بطاقه برونزيه بناخذ اتصال، فلان يستحقها ولا لا؟ ولا تبي تهديها شخص اخر؟ يقول شخص اخر. تسحب منك وتعطى لشخص اخر. الكل شيء ضريبه هنا، صح ولا لا؟ محبه الجمهور هذه لها ضريبه بعد. للجمهور حق انه يحدد برضه، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا شباب؟ صح؟ بس وانا اشوف ان في ناس واجد اذا انسحبت منهم بعد الفقره شوي ممكن يطلع صواتهم وهذا وزعلانين، لكن ما عليه ما عليه. طيب الان بنعلن اسماء الثمان متسابقين اللي انا احس ان هذه كاميرتي كذا، حسي الامني يقول ثمان متسابقين راح يطلعون معنا هنا لاعلان اصحاب البطاقات الذهبيه الفضيه البرونزيه. طيب المتسابق الاول اللي بيكون معنا من هو يا شباب؟ طيب تدرون انكم ما راح انا اتوقع انكم ما راح انا ورقتي وينها راحت؟ انكم ما راح تتوقعون الشخص تشبك من صاحب البطاقه البرونزيه وينها؟ بطاقته وينها؟ طيب جعل ما يرى باس ان شاء الله. البطاقة البرونزية بتبقى مع بندر للأسبوع القادم برضو، وفي بطاقة برونزية أخرى شخص اللي بيكسبها اليوم. طيب المتسابق الأول اللي بيكون معنا عبد الله وين اليوم؟ طيب المتسابق الأول اللي بيكون معنا ناصر قماش. الثاني سلطان الصباح، هنا يا ناصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الثالث عايض فارع. الرابع صقر بلال. الخامس حاتم الفريدي. من تتوقعون السادس يا شباب؟ الشيخ سعد زاه. من تتوقعون؟ السادس علي العمري. والله انا ما ادري كيف. السابع ابراهيم ابو فمين، والثامن محمد اليابسي. تفضلوا هنا يا شباب، تعالوا تعالوا هنا. كذا كذا يا شباب، كذا 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 كذا. طيب بنعلن الآن الصاحب البطاقة البرونزية. معي يا كنترول. طيب كاميرتنا وين؟ طيب بنعلن الآن لصاحب البطاقة البرونزية، وعطني صوت دقات القلب، عطني صوت دقات القلب، ودقات قلبي من عناية عبثت بي. صاحب البطاقة البرونزية محمد. محمد ادري ادري ادري. طيب انت عارف اللي بعد بندر صح؟ طيب عطني اياه، عطني عطني اياه في 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 الشاشه. لا 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 لا. ايه طيب جبتها لي. صاحب البطاقة البرونزية، صاحب البطاقة البرونزية،
المتسابق حسين لبون. الله يطول ايامك ان شاء الله. طيب معي كنترول، الف مبروك حسين، تستاهل، تستاهل الطيب والله. البطاقه البرونزيه اساسا البندر المطيري، وانا قلتها قبل شوي، بطاقه برونزيه بتقعد مع اللي رايح، وفعلا قعدت مع بندر المطيري، وانت تستحقها كذلك لتواجدك هنا، وانت المركز الرابع ما بينك وبين بندر الا شيء بسيط، لذلك تستحق 300 ريال رصيد. الله يطول ايامك. طيب الان بنعلن لصاحب البطاقه الفضيه اللي من مميزاتها 5 ساعات مجانا يصول ويجول فيها في القريه. جاهزين يا شباب؟ جاهزين؟ جاهزين. من تتوقعون؟ عشان جالس يعني وحركات كذا و... صار المره اللي راحت. طيب عطني دقات القلب. بوم بوم. عطني دقات القلب. ونقول ألف 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 مبروك للمتسابق صقر بلال. لا 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 طيب تستاهل سلب، تستاهل كان هالذهبية عندي يوم هي منك. الله يرحم والديك. يوم هي منك ما غير تغير لونها. ارصدتنا كويسه والله، انا اتذكر انها بالصاله. الف الف مبروك يا الصقر. طيب سلام الان بنعلن لصاحب البطاقة البرونزية، وزي ما قلنا مميزاتها 48 ساعة يصول ويجول في أرجاء القرية. نعم. طيب الآن معي يا أبو عبد الله يا عم منيب، العب. طيب ايه بنعلن الان لصاحب البطاقة الذهبية، واعتذر شديد العذر من علي وناصر محمد اليابسي كذلك صاحب الجاكيت حق بلمان، اعتذر منكم. صاحب البطاقة الذهبية واحد من الشباب الواقفين هنا، ونقول ألف 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 مبروك للمتسابق عايض الفارع. ما حد يا هلا مره
كانت بيني وبينك تصير يومين ويصير رب الله ادعي ادعي الله يرزقنا التواضع ادعي ياخذ كل السوق يا ابو والله ايش اللي جاك يا ابو سعيد؟ ايش جاك يا ابو سعيد؟ هذا حق علي علي من؟ السلام ابو العباد سلام عليك لا لا يلا علي عايد لا ما له ما له حق انت عمير التميز الان انت ورا بعد انت لا 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 اي انت عمير بس هو له الحق في كل شيء له الحق في كل شيء طيب عايد الف مبروك الله يبارك فيك طول عمرك الملهي فيه اصابع اصابع شباب صوت لو سمحتوا صوت يا شباب فيه اصابع الاتهام تصول وتجول في القريه بسرقات ما سرقات و بين اخوياكم يعني حلو والكلام هذا فعلي ترى فهل انت المتهم اتكلم معك جد ترى انا ما استهبل والله اني اتكلم جد هل انت متهم او تعتقد انك انت شخص متهم الله يحييك يا ابو املح اول شيء مفهوم السرقه هذا ملغي في القريه لا مو ملغي مو ملغي كسب انت تتكلم عن نفسك عرفت إيه؟ هل انت تتكلم عن الشباب الباقين اتكلم عن نفسي انا إيه؟ لا الحمد لله انا شوف ما دام قدام الكاميرا زي ما قال ابو سعيد كسب عرفت اخذ امام الكاميرا غيرها الامور طيبه طيب انت كسبت كسبت قلوب الربع وغير قلوب الربع كسب مادي كسب مادي الذهبية كسبت الذهبية الذهبي الله يرفع قدرك يحييك طيب خليك موجود معي يا عايض او تفضل وبس تدريك شو بسم الله صاحب البطاقة البرونزية اللي هو حسين العباني تفضل عندي وبناخذ اتصال الان ما نقدر صقر صقر احتاجك وقف ابيك ابيك واقف عايض عايض معلش عايض تفضل تعال وقف اعتذر منك الذهبيه والفضيه والبرونزيه وما ترى باس يا عايض تبي ركبتي افكها ترى المجمع الطبي قريب افكها الا هو الا هو الله يرحم والديك طيب بناخذ معنا اتصال والاتصال الاول ونقول وش نقول هنا تبين عاطفه الجمهور الو هل هم الله يخليهم يعني يكسرون خواطرنا وياخذون بطاقاتنا منا ولا بيقولون وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله يا مرحبا اي نسمعك اي الاتصال بس احنا اللي نسمع معليش المتسابقين البرونزيه الان ما ادري يا كنترول الاخوان المشاهدين يسمعونهم بعد ولا ما يسمعون يسمعون كويس طيب اعلان البرونزيه او البطاقه البرونزيه طيب ناخذ اتصال صدقي الحين الو السلام عليكم الو حياك الله يا اخت نوره الو الو السلام عليكم الصوت يقطع لو تكرمتي الصوت يقطع وناخذ اتصال ثاني ونقول الو وش نقول الو الو ابيك تستقبل الاتصال انت بالله والله انها مشكله خاف ناديني استقبل اتصال بس لا تحرك يدينك انت تستقبل يقول ما تستاهل عشان ما تسوي متى تحرك يدي لان اذا حركت يدينك انا بسوي لك كذا انا لازم اتحرك كذا طيب اتصال والله ان سمعنا صوتك يا حسين يقول سمعنا صوتك من تجمل في العراب قلنا تجمل ومن فشل قلنا ما فاد الا الفشله العرب في بعضها تلهي وتمل لا على دنياك حاجه مستحيله والله مدينه ودي عليت السعود الشاعر السعودي بن زرعان الاكلبي ونعم صقر سمعنا يا صقر
طب الله تفكر في الرجال وفي الجمال وفي الجبال وقرن بعضها في بعضها والمعاني واردة. طيب واجعل جهة يمناك وعيونك زحازيح الرجال واجعل جهة تحت رجلك ويسراك الوجيهة الباردة يكرم من عندي واجعل تحت رجلك ويسراك الوجيهة الباردة واربع حروف من الهجاء متقاطعة دون اتصال وش كان هاي اللي شواردكم تردة الشاردة والناضج الناضج هو اللي صكته من كل جال ما قال لك رزقني طاردني ورزقه طاردة طاردة يا سلام يا سلام سلام ناخذ الاتصال. ألو ألو تسحب الليل حياك الله من معنا؟ مينا ها؟ مينا منيرة؟ ايوه حياك الله أخت منيرة من وين تكلمينا؟ المخواة حياك الله ومرحبا ومسهلا بأهل المخواة. طيب حسين لعبان مع البطاقة البرونزية هل حسين تشوفين أن حسين يستحقها أو حابة أنك تهدينها لشخص آخر؟ شخص آخر تبين تهدينها لشخص آخر. طيب حابة تهدينها لمين يا أخت منيرة؟ مين؟ عبد الله الزهراني ويستاهل عبد الله الزهراني. طبعا عبد الله الزهراني ما هو موجود ويستاهل وكذلك حسين لعبان يستاهل كذلك ويكفي انك كسبت معنا 300 ريال يا حسين. الحمد لله رب العالمين يا ربي لك الحمد. طيب حسين حاب تقول شيء؟ قبل ما تروح؟ والله ما اقول شيء اقول شكرا يستاهلها والله عبد الله الزهراني يستاهل والله يستاهل اخوي الغالي يستاهل والله حياك الله. طيب ناخذ اتصال ثاني. لا لا ما تقعد عندها لا لا ما تقعد هي مع بندر مطيري اصلا. طيب ناخذ اتصال ثاني وقبل الاتصال الثاني نبي نسمع من عايض. عايض سمعنا يا عايض. ارحب يا ابو ملحن تبقى سمعنا. الله يحييك. اي خير اي خير اي طيب مقطوعه ولا اللي انت حاب؟ طيب علشان حرك الجو. لا طير الى غبت الشمس والليل اقترب طير المسجون الى ما تبلغ بالقصص شبيب الليل والنجم يبدي ويغرب والمنام ابعد علي من طيب رجل النماص والخلص صارت في جوجه مداهيل ومارد للخاف وقل لي غدا لي على الوقت اختصاص. صح صوتك يا عايض وناخذ الاتصال ونقول يا مرحبا ومسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله. الله يبقيك. من معي؟ معك عمر الدحطان من كنشير. نعم حياك الله. الله يبقيك ويطول عمرك. عليكم عمر. عمر هلا اقرب اخوه مش اخو ناصر اخو ناصر. سم سم. طيب ابو علي. ابو علي سم يا ابو ملاهي. سم الله عدوك. اول شيء الله يحييك تحايا المطر. الله يبقيك ويطول عمرك. سعدنا وتشرفنا بسماع صوتك. الله يرحم والديك. وعقبال ان شاء الله ما نصافح يمينك باذن الله على خير. هل تشوف ان المتسابق صقر البلال يستحقها او ما يستحقها؟ نعم يستحقها بجدار. ما سلام. طيب يعني ما تبي تسحب مزاياها من صقر وتهديها شخص اخر؟ مسموح من عندي ابدا. الله يرحم والديك ويطول عمرك. شكرا يا عمر. شكرا شكرا معي. طيب بخليك تقول كلام. ابى اسالك. بخليك تقول كلام. لا مو معنا خلاص. طيب شكرا يا عمر. ابى اسالك سؤال. سمع الحين الدور عند عايض صح؟ دقيقه الدور عند عايض الحين. اول شيء وش بتقول لعمر؟ اقول بيض الله وجهه والله لا يهينه وجعله يسلم و
والله يبيض وجه ناصر والله نودنه سحبه وعطاه ناصر الحل مني انا وياه واحد كلكم واحد اي والله طيب انا ولا الربع ذولا كله لكن عندي استفسار تفضل الحين البطاقه الذهبيه مع عايض تمام والدور عنده تمام اذا مثلا جاء اتصال وقال يسحبها من عايض ويعطيها صقر تجيني تجيك والله والله تجيك تنتين يعني تنتين بيض والله وجه تنتين طيب انت حاول انك ما توقف جنب تبيل عندك وش انا الحال مني انا وياه واحد بس ان الدنيا ارزاق نعم الدنيا ارزاق وتوافيك ولا اللي عندي ما يحتاج يعطيك الله على نيته والله يعطيك كل واحد على نيته ان شاء الله سجل قام البطاقه علشان احفظها صدق انا مني انا عندي احساس انها ابراهيم منك يعلم الله عندي احساس توكلنا على الله شباب واحد الصوت اذكر والله بيضحكون والله اليوم 90 اذكر والله حسن حسن سمعني شيء بصوتك يا حسن ابي اسمع بصوت حسن يا شباب عليكم امر يا بيلي عندك شيء جاهز حسن ولا اخذ اتصال يلا ناخذ اتصال اخذ اتصال وارجع لك يلا طيب الو السلام عليكم حياك الله اختي الله يخليك من معنا عبير ايش عبير من جد حياك الله يا اختي عبير ونمسي عليك بالخير وعلى اهل جيزان اخت عبير الصوت عندك يقطع بس قلت انك المتسابق عايض الفارع او العميل التميز عايض الفارع يملك البطاقه الذهبيه هل تشوفين انه يستحقها او تهدينها لشخص اخر بمميزاتها والله هذه شلون اهديها تبين تهدينها لشخص اخر ايوه ايوه استاذ بس انا وبتهدينها لشخص اخر اي تمهيد لكن ايوه طيب حابه تهدينها لمن؟ ابراهيم يا سلام يستاهل يستاهل ابو محمد بس ايه ابراهيم بسجل ثاني ابراهيم بسجل ثاني ابراهيم ايش عادك تمام لا والله كله رصيد مع الميزات عاد قالك شكرا جزيلا من الاعماق ابراهيم ابي كلمه الجمهور بس خلاص تفضل عادي الرؤيه الطبيه مجمع الرؤيه الطبيه مجمع الرؤيه انا وياك في الهواء سوا حاب تقول شيء ابراهيم قد ايش الله يبيض وجهها ويبارك فيها ويطول في عمرها ها ما هو طيب استنباري ولا استاهل ابراهيم استاهل علم الطيب استاهل بطاقه ذهبيه الله يرحم والديك طيب كلمه حاب تقولها اي نعم اقول طيب. الله يبيض وجوههم الجمهور جميعا والاخت اللي اتصلت ولا خلا ولا عدم وكثروا لها انتم وهل توعدهم الوعد مثلا في الستيج النهائي ولا تشوف لا الوعد في الستيج النهائي بحول الله وقوته احد المراكز طب انا عندي سؤال ابراهيم سلم والسؤال هذا برضه يدور في راسي من اليوم وسالته واحد من زملائك اسلم أصابع الاتهام أنا أقول ابتشار عليكم جميعا بالاتهامات من شخصين تقريبا بالسرقة بس ما في سرقة في القرية طال عمرك إلا أنا سألتهم سؤال قد ضاعت ولا انسرقت اثنين قالوا انسرقت واحد قال ضاعت بطاقة يعني لا فلوس شوف نحن عندنا طال عمرك أشكر الأخ اللي جاب لنا الفكرة هذه يعني اللي مشينا عليها جميعا الكسب الحلال عرفت نسعى للرزق والكسب الحلال انا اسالك سؤال عن الشيء هذا هل تشوف في سرقه ما في هنا شوف من يوم ما تدخل مع الباب هذا بس يعني كنت ترى هل الاتهامات صح او باطله لا كل الشباب يكسبون ما شاء الله عليهم هل هي باطله الاتهامات لا كل الشباب يكسبون طب سؤال هل الاتهامات باطله لا صحيحه الاتهامات صحيحه هنا كسب يا ابو ملهي انتبه على امورك لا جيت انا اقول لك الاتهامات يعني باطله سرقه ما في في كسب ما في شيء اسمه كسب احنا ما احنا رايحين سؤال الاتهامات سرقه باطل. لا والله ما في سرقه يعني اتهامات باطله يعني هم يكذبون لا يعني معلومات غير صحيحه حياك على راسي شكرا طيب يا شباب طيب استنى طيب طيب يا شباب بشكل سريع بناخذ كروت الحظ ايش؟ طيب باقينا اتصال رابع يا كنترول معليش
الاتصال الرابع كنترول. لا لا رب الكعبة لضحك ليوم 90-92 لو أخذها منه. طيب سؤال لا خلها تصرف فيها سهل. والله ما نقدر والله ما أقدر نبي نضحك يا ولد. طيب شباب أنا نزلت تغريدة على 200 ريال رصيدي إهداء من الجمهور إليكم وأنتم تستحقون 200 ريال من الجمهور بتغريدة وليس اتصال. ممتاز. التغريدة وصلت إلى الآن تقريبا 5000 كومنت. ممتاز. طيب بنسحب من التغريدة هذه على بال ما يجهز الاتصال للشخص اللي راح يكسب معنا 200 ريال رصيدي. ممتاز. طيب نعد مع بعض ولا خلونا ناخذ الاتصال. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. من يكلمني ومن وين؟ لجين من الرياض. حياك الله أخت لجين. أخت لجين بين يدينك 500 ريال رصيدي حابة تهدينها لمن من المتسابقين؟ محمد اليابسي. محمد اليابسي يستاهل. محمد يستاهل. محمد وشكرا لك أخت لجين. شكرا لك. طيب محمد تستاهل يا محمد 500 ريال رصيدي ومنها ان شاء الله للاعلى وانتبه لا تنسرق منك باذن الله. طيب الان بنسحب من الكومنت وبعدها بنعرض ان شاء الله كروت الحظ معكم ونعد مع بعض يا شباب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ووقف يا حبيبي يا وقف يا قلبي وقف. ونقول ألف 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 مبروك للمتسابق أو خلني بقرب عنده حوله بصير حولهم. هو واحد من الثلاثة هذولي. واحد من الثلاثة. حسن. طيب معي يا شباب. حسن لا تنسق بي يا حسن. نقول ألف 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 مبروك للمتسابق اللي يستاهلها و500 ريال رصيدي غير البطاقة الذهبية. صقر بلال. وهذه لا إله إلا الله سبحان الله. بيض الله وجههم. بيض الله وجهك أبو ملحي وبيض الله وجه فريق الدعم وجمهور العزيز. هاد انا داري معي جمهور تستاهل فريق الدعم. تستاهل تستاهل. ايه يا ابو سعيد السلام يا ابو سعيد. الصقور بيضان وجهي وانت تستاهل طبعا ولكن حظ قام على ايامها الحمد لله. قومي نيت الطيب دعالي قال الله يعطيك على ريه. يا سلام والله نيت الطيب. هلا والله. طيب حسن ما نسيتك ورجعت لك. سمعني شيء بصوتك يا حسن. إلى الله أرفع يدي منك أشكوه من جرحك ومن ظلمك من كل ما مدت يديك مصيرها ترجع عليك ترجع عليك. إلى الله أرفع يدي منك أشكوه من جرحك ومن ظلمك من كل ما مدت يديك مصيرها ترجع عليك ترجع عليك. الله 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 الله. صح صوتك يا حسن. طيب والله خليها بخاطرة. سم اللي بعدها. طيب ما كن من قبل اللي كانت تعبيرك ألم ما كن من شالك أنا
جزيتني ظلم وندم ندم لذلك أدعي عليك لأنك كل اللي عانيته بدم منك وإن كان ظنك برتجيك أقول لك صعب عليك صعب عليك الله 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 صح صوت محمد سمني فيه محمد هلا بك عد ما طال انتظاري يا سمي النور عدد ما زاد بشوقي ولا أدري وإيش أسوي به تمثل لشفا جرح وتسمى للحنين شعور يبدد وحشة القلب وقسى حزنه وتاذيبه سلام طيب أنا ما بعد سمعت شيء من تركي معليش أعتذر للسادة المشاهدين وأعتذر للجميع على التأخير بس أبي شيء أبو ثاني راسك السعد طبعا أنا جوي ما هذا وش تبغون أنت عطنا شيء عطنا شيء مشحوب البارحة راسي تصافق طواريه والنوم ماله يمة العين حروة يلعب راسي صوت صلف المشاريه ذيب عوى يبغى عشمه وجروه وانا على الدنيا من الهيه للهيه لا همني شهرة ولا جمع ثروة همي وغمي واحد يوم ألاقيه كني بعيش سلاماتكم طيب الآن يا شباب بناخذ كروت الحظ كروت الحظ اللي هي وش يا شباب كبير السوق كبير السوق اللي هو يدخل المزاد وياخذ المتجر اللي هو يبيه ثانيا 300 ريال رصيدي ثالثا النوم لمدة يومين أو ثلاث أيام مجانا على حساب البنك والباقي إن شاء الله راح تشوفونها ونستعرضها معكم على الشاشة الصور جاهزة حقت الشباب لا ما عاد في خروج ما عاد في خروج ليش حسن طلعت حسن أبشر بساعدكم وش تبون؟ افتح يا ابو ملاحي وش اللي تبون؟ طلعنا موسم الرياض الموسم موسم الرياض موسم الرياض؟ ايه ابو ملاحي ابو ملاحي دقيقة افتح يا ابو ملاحي افتح مدينة سيف كلنا أرد لا ابو ملاحي دحام ونواف بيطلعون قريب موسم الرياض دحام ونواف من اللي بيطلعهم؟ نجمة نجمة الشهر نجم الشهر يا ابو ملاحي حط عندك ايه ايه حسن ايه يا واد قد طلعت يا واد شوف لي واحد لا يحط من عنده تذكرة ايوه انا ابغاها لي طيب تبون تطلعون تبون سواسات تبون تطلعون طيب خلينا نبدا بالقراءة سامح حسين ومنه منه يرى علبل اعتقني لو يو كيف استاهل لكن برتبكم خلونا نبدا كرة الحظ وبعدها نشوف يلا يا ابو منه اعتقني لو 12 ساعة ابو منه اعتقني ثلاث دقائق عند المنبر شوف متسابقين صور متسابقين معكم على الشاشة يلا يا الله يا رب انصر والعب معنا يا عم منيب يا الله يا رب لا ترزق ابراهيم وقف كم كرت عندنا اليوم يا محمد راح اجلس حوله راح اجلس تفضل يا حسين يا الله يا رب يسر لي كل امر يا رب اعطونا بعد فر للصور كم عدد الكروت طيب وقف مرحبا يا حاتم حاتم روح 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 وقف
شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الله يطول عمره. سبحان الله سبحان الله. كمل كل يوم نعيش واقعنا حياة. وقف يعني وسطات مر معلش ايوه اخر كمل ادري بيجي تخصم علي بيجي يا هلا يا هلا يا هلا وقف سهل باقي اخر متسابق اخر متسابق وقف دقيقة أنا قلت بقول وقف دقيقة أبتكلم لكن جاء إبراهيم أبو فمين أبو ملهي لا تردد خلاص وقف صحيح لا 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 خلاص خلاص كمل كمل لا تكمل صور قصدي تعال علينا خلاص طيب شوف إبراهيم أنا بعلمك في نيتي بشير بالسعد النية وش كانت النية وش كانت النية كانت إني أقول له وقف دقيقة بتكلم حلو هو بدا صح بس انه في وقت القرعه خلني بعلمك والله ما ادري عن القرعه انا كان بنادي فيصل تنادي بي حق يعني شلون بي حق انت بتع تبي يقدر مدير يقدر حضرتك انا كان بنادي فيصل كان بنادي فيصل اساسا ابي منه شيء والله استاهل والله ابيه بس تفضل لا لا تفضل لا ما راح اقول له تعال لا هذه كره حظ ما لها علاقه انا اللي كان ابغاه قبل الكرت السادس اتفضل هنا وقف فيصل تعال بيك جاهز الكروت حقت الحظ ترى فيصل ياخذ الجائزه الكبرى جاهز زي كنترول فيصل شلونك صحيح طيب عطني شيء بصوتك او عطنا بيتين او 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 انا ودي اسمع شيء يقول صدري من الضيقه غدر راس ماله طيب نص ابتسامة تجعل الخاطر يطيب سلام الضحك ماله مع أهل الفقد حالة يجاملون بضحكة السن يكذبون بضحكة السن تكذيب يجاملون الوقت عزمو جماله حتى لو أن الوقت جاب لهم الشيء الله 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 صلى الله عليه وسلم دخل معنا في القرعة يستاهل فيصل فيصل ما دخله في قرعة فيصل يستاهل لغيره أبو ملحي أبو ملحي الله يستاهل أبو نياف كل علم طيب طيب ابو ملحي طيب اسمعوا يا شباب صلوا على رسول الله عشان اليوم كلامكم واجد انا بخليها كنترول خلي كروت الحظ مو بستة خلها لي خمسة هوبا خلها لي خمسة خمسة كروت حظ ممتاز الصور يطلع واحد ممتاز حجر ورقة مقص طيب ابدالي في كرة الحظ الكرت الاول اعطوني حسين لعبان واعطوني كرت حظه تويندو تويندو اعطوني حسين لعبان تويندو الشاشه وينها اتوقع دي في طلوع على ماي وقف ألف ألف مبروك شريف مدة يومين يا حسين لعبان شكرا ما في طلوع يا ابو لا خلاص الحمد لله شكرا طيب اطلع اروح اي روح اعطونا كرت الحظ والله حزينين اليوم وقف رصيد 200 ريال استاهل صدق يا اخوانا ترجع لي كبير السوق والله لا ترجع لي الحمد لله الله يعزك اعطونا حاتم ايش تتوقع يا حاتم طيب لو جيت كبير السوق ايش تبي تاخذ من المتاجر انا خيط زهره وقف رصيد 40 ريال تستاهل انا دعيت الله طيب إبراهيم خليك واقف هنا تعال شوي تعال شوي تعال شوي تعال تعالوا جنب بعض أعطوني كرت الحظ
كرت الحظ اللي بيطلع طبعا بيكون لمن؟ النواف، ممتاز. الثاني بيكون عند ناصر. تعشي اول واحد على اليسار يعني حاتم او كبير السوق، ممتاز. حاتم وقف. كبير السوق الف مبروك. كبير السوق وتعشيه ترى. ما شاء الله تعشيه عشا على حسابك في. ما ادري انا ماني شيء. ما عندي فلوس، ما عندي فلوس. عليك ما عليك. نتصرف 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 نتصرف. خلاص يا ابو ستر وغطا يعني احنا. طيب. سلام سلام. كنسلنا الوقوف مع ابو راكا ابو انا قلت كنسلت الحاله. كرت حظ واحد واللي هو الكرت الحظ اللي كان من نصيب ابراهيم وفمين. شباب 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 تبون نكنسل الكروت كلها يعني؟ كنسلنا قبل شيء كرت حظ بسبب تداخل الاصوات، نكنسل الكروت كلها تبون؟ طيب ابراهيم سلمت بحكم رحابه صدرك الله يسلمك وبحكم طيب راسك الله يطول بعمرك ولا عليك. البنك قرر الآتي. سلم. من قال سالم؟ اللي يجي منك مقبول يا ابو ملحي. على حساب البنك. سلم. على حساب تذكرة سفر؟ تذكرة بوليفارد؟ لا ما يدل يا رجال في البوليفارد يلعب بوليفارد. سلم. على حساب البنك عشاء يوم الأربعاء والخميس مجانا لابراهيم ابو فمي. الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك ابو ملحي. ابيض وجه، ابيض وجه. طيب يا شباب. سلم. عاش على حساب بشكل البنك. بشكل سريع، بشكل ملحي. سريع 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 ملحي. جدا. يا معك. وجع وجع. الله اني عاد. السلام والرحمة. طيب. شباب 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 يا محمد يا شباب 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 يا مرحبا 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 يلا يلا دحام دحام يلا مليون بعدين سلموا بعض بعدين يا شباب بعدين السلام بعدين 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 مرحبا طيب اللي بالسرير سجل اسماء الموجودين واقفين مرحبا مرحبا الأسرة ب 350 ريال رصيدي سجل سجل سجلوا اسماء عبد الله عبد الله الزهراني سجلوا عايض وين هلا طيب شباب طيب يا شباب بحكم سرير من اللي كان تعبان منكم؟ أنا عبد الله كان عندك سرير الأسبوع اللي طاف؟ نعم كلنا أظن وأنت كان عندك سرير؟ هلا هلا عندك سرير طيب هو زبون وأنا تعبان جالي حمى طيب أنت كريم أنا نستاهل يا أبو ملحي تستاهلون كلكم تستاهل طيب طيب الأسبوع هذا كله يا شباب كله لكم عرض وجاي العرض هذا بسبب شخص وانا والله العظيم اني اقولها صادق ان ما ودي اعطيكم اياها لكن اللي طلب الطلب هذا كريم وانتم تستاهلون هو طلبه طلب هو هو كريم وانتم ايش تستاهلون استاهل الطيب اللي هو استاذنا مديرنا الجميل جدا سعود بن عبد الله العتيبي نعم لمدة أسبوع مجاناً طيب يا شباب الان بتعرض ارصدتكم على الشاشه وراح تشوفونها والى هنا وصلت انا الى نهايه الفقره نشوفكم بحول الله وقوته الاسبوع القادم باذن الله استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله الكريم امان الله
يا جمهور يا تقومها اثنين وفا الجمهور والله مرتوين انت نجم ما تكفيه الصفات كل دام يرفع الابداع فينا كل دام يرفع الابداع فينا